مساكم الله بالخير يا رفاقة الخير والجميع ثابت لكل واحد مشترك ومفعل الجرس. نعم إنها المكلارن جي تي يا رفاقة الخير. ثلاث معلومات لازم تعرفونها. أنه نحن طلعنا السيارة هذه في لندن، كان الفيديو العربي الوحيد للسيارة هذه. والمعلومة الثانية أنه نحن سقناها في كان، كان تحدي وطلعة خرافية. والشغلة الثالثة أن الدنيا حر ولازم أخبركم العلوم هذه بسرعة يا رفاقة الخير. هذه الجي تي، نحن نعرف أنه الجميلة مكلارن واسم مكلارن العريق عنده ثلاث أنواع من السيارات، الألتيميت نفس المكلارن بي 1 والسنة، وعندنا بعدين السبورت سيريس نفس الـ 570، وبعدين عندنا السوبر سيريس اللي هو نفس الـ 720. مكلارن قالت يا رفاقة الخير نحن نفس ما أنتوا تحبونا، نحن نحبكم، منضيف وحدة جديدة في العائلة. إذا تبى تشوف الإطلاق الفيديوهات موجودة في مصنع مكلارن، إذا تبى تشوف السواقة والدوس بعد موجود في كان. الحين بناخذكم لفة سريعة. فهذه السيارة يا رفاقة الخير عائلتها جي تي. شو يعني جي تي؟ يعني يا صديقي لما تضغط من المفتاح من الجنب هذا تنفتح لك الدبة هذه. جي تي يعني شخص بياخذ السيارة هذه لجراند تورينج، بيصير يتمشى، بياخذ الصغارية وبيصير يطلع بالسيارة. فعشان كذا عندنا السيارة هذه فيها مساحة تخزين 420 لتر. بصيد وين صارت المكينة؟ وين مكينة المكلارن اللي كنا نتمتع بالنظر إليها؟ نزلوا لك المكينة تحت، طلعوا لك التوربات شوي، التوربوات شوية على يمب عشان يعطوك المساحة هذه نفس ما دائما تو جولف باك تقدر تحطه هني، أو نفس أنتم ما شفتوا حطينا يمكن في السيارة سبع شنط. بعسكور في لندن حط سبع شنط في السيارة إذا ما خاب ظني. شوفوا الفيديو. الشغلة الثانية بتشوف هني كاربون فايبر يوحيلك أن مكلارن سيارة رياضية. وثاني شيء المواد اللي مستخدمة هني فيها شغلتين. حلو، أول شيء اللي مستخدمين أو اللي مصنعين المواد هذه هي ناسا الفضائية، فالتكنولوجيا اللي فيها خرافية. هذه المادة اللي موجودة تستحمل الضرب ومن هذه المواضيع. والشغلة الثانية أنت شنطتك بتحطها هني، فما تبى المكينة تكون حارة والأغراض اللي أنت حاطنها عطور ومن هذه السوالف حاطنها ورا أنها تتأثر بالحرارة اللي موجودة. فالعازل اللي موجود هني وايد وايد فنان. عشان يخبروك أن هذه السيارة جي تي لو ملاحظين كذا، وبعدين هناك ورا السيتات على طول في نزلة، فتضغط على هذه عندك طبعا زر يخبرك. نفس ما عندك مكان تخزين ورا عندك مكان تخزين قدام. قدام تقدر تحط 150 لتر، يعني السيارة كاملة تقدر تحط فيها 570 لتر. عندك المساحة كبيرة تقدر تحط فيها أغراض، وعندك ليد داخل، وعندك حتى خفاية. إذا أنت فكر فيها، إذا أنت راعي طلعات، شو اللي محتاج لنا؟ مكان تخزين، عندك أنك أنت تقدر تستخدم السيارة بشكل يومي، فالإنفوتيمنت سيستم والكاميرات وهذه الشغلات وصرفية البترول تكون أفضل. وثالث شيء السيارة تكون مريحة. ولكن السؤال، هل مكلارن نسيت عقيدتها ونسيت الدي ان اي مالها من ناحية الأداء؟ إذا ما شفتوا الفيديو لما كنا في لندن خلنا أخبركم أنا العلوم الحينة وندخل في السيارة وناخذ علومها. أول شيء الدخول في السيارة والخروج منها وايد سهل. طبعا هذه الطريقة الصحيحة، أنك تنزل بالسيارة كذا بعدين ألو شغل السيارة. هلا والله. بتلاحظ هني أول ما تسكر الباب عندك السماعات الجميلة هذه من باور أند ويلينغسون، وهني مكان تخزين. فلما تفتح الباب ما ينفتح عشان الأغراض ما تطيح. تنزل تحطها دي وتتمشى بالسيارة، وهذا يوحي لك بعد، يقول لك أن السيارة هذه يا عزيزي جي تي. إذا أبو سعيد أنت عندك فراري وعندك سيدة الجي تي، فكيف هذه السيارة؟ هذه السيارة شكلها جميل بصراحة. يعني أنت بتصير تبى تاخذ المكلارن 720 اللي هي واحدة من أجمل مكلارنز بصراحة، قيمتها 1.5 مليون تقريبا. هذه لا، هذه قيمتها 875 ألف درهم. فأنت شايف تقريبا قريب من نص السعر، ولكن الشكل تحسبه نفس الشيء. السيارة جميلة وهذا الديزاين لانجوج الجديد مال مكلارن. وعلى فكرة لو خدت السيارة هذه عشان تحطها كومفورت لازم تلف هالثنينة، تلف هالثنينة هني وتضغط على اكتف. انت الحين في بتكون في الكومفورت، عندك زر هني يفتح الدبل قدام، الدبل خلفيه،
عندك أماكن تخزين، عندك حتى إضاءة داخلية، عارف الأمبيان لايتينجز اللي موجود في السيارة لون أحمر لون أزرق عشان أنك أنت تحس براحة في السيارة. هذا كله يصب في موضوع أن السيارة هذه جي تي، مكيف بارد، عندك عندك كروز كنترول، عندك حتى الخشم اللي يرفع السيارة قدام هذا يكون ستاندر، الكاميرا اللي في السيارة هذا ستاندر لما انت تاخذ السيارة. اللي ما عجبني بصراحة انه الكاميرا قدامي، كنت اتمنى ان الكاميرا تكون نفس ال 720 هني وهني و 360 لانه السيارة شوية تحسبها طويلة، ولكن الكاميرا هني، فانت لما تلف السكان شوية تغطي على المكان. وكنت اتمنى انه في كراسي اثنين صغار حتى للاطفال مثلا موجودات ورا في السيارة. غير هذا السيارة بيرفكت، السيارة بيرفكت بيرفكت وجميلة. على العموم احنا تكلمنا عن موضوع الراحة اللي في هذه السيارة، ولكن هذه تظل مكلارن. يعني اذا انت فريت الفص هذا بتلاحظ العداد تغير، وتضغط على اكتف وترد غيار من هني، وتصحي الثمانية سلندر 4.0 لتر اللي في هذه السيارة، اللي يطرب لك الكزوز، اللي يخلي السيارة هذه أقوى، يخلي السيارة هذه أثبت، يخلي السيارة هذه جاهزة لأي تراك. ولو شفتوا فيديو طلعتنا في كان بتعرفوا هذه المواضيع. المكينة اللي ورا أبدا أبدا ما تهزرش، السيارة هذه فيها مكينة 8 سلندر 4.0 لتر 612 حصان، التورك 630، يعني تاخذك انت والاغراض اللي عندك من الصفر ل 100 في 3.2 سكند. هذه مكلارن ستاندر. والسياره البالانسنج فيها وايد وايد فنان. طبعا فيها الجير هذا اللي ترد غيار من هني، هاي تخبرك متى تبدل. في 9 ثواني بتشوف عمرك انت واصل سرعة 200 كيلومتر في الساعة، السيارة كذا تطير على طول. فهي جي تي ولكن خضت ابروتش مختلف، خضت طريقة او زاوية مختلفة عن باقي منافسينها. هي شكلها من برا ما يوحي لك انها جي تي، هي جميلة ولكن تحس انها فيها طعم السبورت اكثر من الجي تي. في الدبة الخلفية بتحس انها مستوحاة من السبيد تيل، اسرع مكلارن في العالم، ومن ال تي اللي هي السبيشال اديشن من مكلارن. ومن قدام بتشوف الليتات اللي هي الديزاين لانجوج الجديد من مكلارن. هذا الباكج كامل طلع لنا سيارة حلوة فنانة تنفع حق الدوس والاستخدام اليومي بجدارة. عموما يا رفاقة الخير، هذه السيارة اللي صورناها 3 مرات، لا تفوتكم الفيديوهات. إذا شفت 3 فيديوهات هذه انت بتعرف السيارة هذه لك ولا مش لك، حضرناها في كل التفاصيل وفي كل الأماكن. على العموم هذا انستغرام وهذا سناب شات وهذا تيك توك، قالوا شدوا حيلكم في تيك توك، ما شاء الله في اسبوعين وصلنا 60,000 متابع في تيك توك، اتشرف فيكم جميعا يا رفاقة الخير. ودائما اشترك، فعل الجرس عشان انت تشوف الفيديوهات قبل كل حد، وقريبا جدا في شيء خطير جدا بيصير، فاشترك عشان انت ما يفوتك شيء والمسابقات اللي جاية. انا من هني من المكلارن جي تي اقلكم الجميع ثابت. بعدين تبى تسمع الميوزك، تسمع صوت التوربو من الدوس يسليك.